فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المؤمن والمؤمنة من شأنهما الحفاظ على الطاعات والمسارعة الخيرات والحذر من السيئات والاستقامة على ذلك والاستمرار. ولهذا قال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني ثم استمروا على الطاعة وصبروا عليها فأدوا فرائض الله من صلاة وغيرها وتباعدوا عن محارم الله ووقفوا عند حدود الله واستقاموا على ذلك في الحياة حتى جاءهم الأجل. هؤلاء هم أهل الصدق وهم أهل الاستقامة، وهم مذكورون في قوله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه أعمال الصدق والأمانة، هذه أعمال أهل الاستقامة، ولهذا وعدهم الله بالرحمة، فالرحمة معلقة بالعمل الصالح. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وفي هذه الآية لما ذكر أعمالهم من الولاية فيما بينهم وأنهم يتحابون في الله ويتناصحون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، لما ذكر هذه الأعمال عنهم قال: أولئك سيرحمهم الله. فعلمنا بذلك أن الرحمة أسبابها طاعة الله ورسوله، وأن النقمة والعذاب أسبابهما عصيان الله ورسوله. ثم ذكر سبحانه هذه الرحمة وفسرها فقال: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن من جنات إقامة ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. هذا جزاء المؤمن والمؤمنة اللذين استقاما على طاعة الله وتباعد عن محارم الله ووقف عند حدود الله وصار هواهما تبعا لما يرضي الله جل وعلا. وهؤلاء هم الاستقامة مذكور في قوله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فعليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله المسارعة إلى هذا الخير العظيم، فالدنيا ساعة ثم تنقضي، متاع قليل. فعليك يا عبد الله أن تصبر على طاعة ربك وأن تحذر معصيته، وعليك يا أمة الله أن تصبري على طاعة الله وأن تحذري معاصيه سبحانه. وعلينا جميعا أن نتذكر الوقوف بين يدي الله والمنصرف يوم القيامة إما إلى الجنة وإما إلى النار. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وسائر المسلمين لما فيه رضاه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يهدنا جميعا صراطه مستقيم، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.